الرئيس السيسي يعرب عن فخره بما حققته صناعة الاتصالات في مصر ويطلق مبادرتين للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات. القوى الغربية تدعو الفصائل الليبية لوقف إطلاق النار، وكيري يؤكد على استعداد غالبية الفصائل لتوقيع اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية. مقتل أكثر من 60 شخصا في قصف على دوما، والمعلم يؤكد أن الحكومة السورية تولي أهمية للمصالحة الوطنية. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، مواد نشرة إخبارية تأتيكم من شاشة النيل، أهلا بكم. أهلا بكم لتفاصيل الأخبار. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات في دورته 19، وقد قام الرئيس بجولة تفقدية في أنحاء المعرض للتعرف على أحدث المعروضات، وذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة. وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر وما حققه من طفرة في السنوات الأخيرة. تحت شعار مصر نحو المستقبل، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته 19، والذي يعقد تحت رعايته للعام الثاني على التوالي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. وأجرى سيادته جولة تفقدية لأجنحة المعرض، يرافقه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء، حيث استمع لشرح من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي حول أهم فعاليات وأنشطة المعرض، والذي تشارك فيه العديد من مؤسسات الدولة، ومن بينها هيئة البريد المصري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والعديد من الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة، إلى جانب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم الإلكتروني وأمن المعلومات والعقارات. كما تفقد الرئيس عددا من صالات العرض وزار جناح الحكومة المصرية وأجنحة شركات تصنيع تكنولوجيا الحماية والتأمين، ومن بينها الهيئة العربية للتصنيع وهيئة المجتمعات العمرانية. وقد ألقى الرئيس السيسي كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات المعرض، أكد خلالها على عزم الدولة مضاعفة الاستثمار في قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة. إن الاستثمار في هذه الصناعة الواعدة هو استثمار في مستقبل مصر، لا ينبغي التأخر أو التهاون فيه، إنه استثمار في شباب مصر الواعد ستجنيه الأجيال القادمة. إن صناعتكم هذه قد ساهمت في العام المالي السابق بما يزيد على 52 مليار جنيه مصري، وبما يمثل 3% من إجمالي الناتج القومي. ويوفر هذا القطاع الواعد ما يقرب من 1,000,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يساهم في تحقيق صادرات تقدر بما يزيد على 12 مليار جنيه مصري إلى ما يزيد على 160 دولة حول العالم من خلال 200 شركة
مصرية عاملة في تصدير المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع. الرئيس أوضح أن الدولة تسعى كذلك لبناء مجتمع رقمي يشمل العديد من التطبيقات التي ستسهم في تحسين الأداء العام لأجهزة الحكومة وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود. إننا نسعى لبناء المجتمع الرقمي في مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة من خلال تطوير نظام الحوكمة وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية والمهمشة ومحدودة الدخل، ودعم تحسين الأداء العام وكفاءة وشفافية الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى وضع تشريعات لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الإلكترونية. وسوف يساهم هذا بشكل فعال في رفع الكفاءة الإنتاجية ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التواصل والاعتماد على الخدمات الرقمية بين المؤسسات والأفراد. كما أطلق الرئيس السيسي مبادرتين تتعلق الأولى بتصميم وصناعة الإلكترونيات تهدف إلى زيادة العائد الاقتصادي إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات 3 القادمة، بينما تهدف المبادرة الثانية مبادرة التعلم التكنولوجي إلى تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية من خريج الجامعات على التخصصات التكنولوجية الحديثة. المبادرة الأولى هي مبادرة تصميم وصناعة الإلكترونيات، فهذه الصناعة الواعدة هي مصر المستقبل، وتتمثل هذه المبادرة في التركيز على تشجيع هذه الصناعة في مصر من خلال قطاعين رئيسيين هما شركات الأنظمة الإلكترونية التي تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات كثيف العبالة. أما المبادرة الثانية وهي مبادرة التعلم التكنولوجي، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريج الجامعات المصرية ليصل عدد المستفيدين إلى 5000 متدرب سنويا باستخدام طريقة التعلم المباشر، و 11000 متدرب سنويا باستخدام طريقة التعلم المختلط على أدق التخصصات التكنولوجية الحديثة، حيث يتم التدريب على أحدث التقنيات في مجالات أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، تطوير البرمجيات وتحليل البيانات. كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي قد أكد خلال كلمته أن قطاع الاتصالات يشهد تنفيذ برنامج طموح لتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة 1600 سنترال على مستوى الجمهورية بحلول منتصف عام 2016. علاء رشوان، التلفزيون المصري. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي البطريرك اللبناني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاليا وسائر المشرق للطائفة المارونية. وقد صرح سفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر واهتمامها بالحفاظ على أمن واستقرار لبنان ووقوفها إلى جانبه ودعمه في مواجهة التحديات الراهنة. كما أعرب الرئيس عن أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطني اللازم لاختيار رئيس الجمهورية. من جانبه أشاد البطريرك الماروني بالتقدم الذي تحرزه مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما أشاد بحرص القيادة السياسية على تحقيق تطلعات الشعب المصري. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 452 لعام 2015 بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. القرار الجمهوري أوضح أن النائبين هما المستشار هشام عبد السلام بدوي ومنى صلاح الدين توحيد، كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تقدير الدولة لجهود القطاع الخاص في توفير فرص العمالة عن طريق إقامة المشروعات. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال وعدد من أعضاء الجمعية بحضور وزير الاستثمار أشرف سلمان. كما أكد رئيس الوزراء على حرص الدولة على دعم جهود القطاع الخاص وتحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين، لافتا إلى أنه مؤخرا تم تشكيل لجنة برئاسته تتولى مهام التواصل مع المستثمرين والاستماع لكافة آرائهم ومتطلباتهم
والعمل كذلك على إزالة كافة العقبات التي تواجههم. يبدأ اليوم وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر زيارة إلى موسكو لاستكمال مفاوضات المشروع النووي السلمي المصري لتوليد الكهرباء. يراجع الوفد المصري مع مسؤولي ملف الطاقة في روسيا خلال الزيارة النسخة النهائية لعدد من العقود المقرر توقيعها خلال الفترة المقبلة بين هيئة المحطات النووية وشركة روزرتوم الروسية. كما يستكمل شاكر والوفد المرافق له المفاوضات حول عقد شروط وضوابط توريد الوقود النووي والتخلص من الوقود المستهلك وعقدي خدمات تشغيل وصيانة المحطة. تعد هذه الزيارة هي الأولى بعد توقيع اتفاقية المشروع النووي بين البلدين في نوفمبر الماضي. أكد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب تقدير الأزهر لتضحيات رجال القضاء والجيش والشرطة والذين ضحوا ويضحون بأرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن. جاء ذلك خلال استقبال فضيلته لوالد الشهيد عمرو مصطفى وكيل النائب العام وزوجة الشهيد المستشار عمر حماد وكيل مجلس الدولة وممثلين عن القوات المسلحة والشرطة، وذلك بحضور المستشار جمال ندى رئيس مجلس الدولة لتكريم الشهداء الواجب الذين اغتالتهم يد الغدر والإرهاب. بعد تكريم الله سبحانه وتعالى للشهداء سواء كان ذلك في القرآن أو السنة لا يكون هناك تكريم، ولكن نحن موقفنا هذا هو من باب التعزية لأسر الشهداء. بهذه الكلمات عبر شيخ الأزهر عن خالص عزائه لأسر شهداء الواجب الذين قتلتهم يد الغدر في حادث العريش الغاشم، مؤكدا مؤازرة الأزهر لأسر الشهداء الذين لبوا دعوته للقاء سادته عبارات الترحم على أرواح الشهداء. أعتقد أن هذه حرب أو بقايا حرب، وأن من المعروف أن هناك تضحيات وأن الشعوب لا تنهض ولا تقف على قدميها إلا إذا قدمت ضحايا، والضحايا عادة ما يكون من خيرة الأبناء ومن صفوة الأبناء. فهذا الذي حدث نعم هو يعني يؤلمنا كثيرا، والقرآن يقول تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويرجون من الله ما لا ترجون. التكريم الأعلى والأوفى هو تكريم الله سبحانه وتعالى. التكريم الدنيوي اللي احنا بنقوم به الآن في معقل من المعاقل التي يسعى كل شخص لأن يكرم فيها سواء في حياته أو في غير حياته. فضيلة الإمام الأكبر قدم درع الأزهر لزوجة الشهيد المستشار عمر حماد وكيل مجلس الدولة ووالد الشهيد عمرو مصطفى وكيل النائب العام وممثل الجيش والشرطة تكريما لأرواح الشهداء. كرمني مجلس الدولة باعتبار شغل زوجي، وكرمني رئيس الجمهورية باعتبار الدولة، ولكن كرمت في بيتي لأنني أزهرية من خلال شيخ الأزهر، فأشكره على هذا التكريم. مش هيربونا، هيموتوا 10,000 100,000. مصر هي الأبقى ومصر باقية، هيموت واحد هيجي بدله 10،
ومصر بعون الله محروسة. أسر الشهداء عبروا عن بالغ تقديرهم لحرص شيخ الأزهر على مؤازرتهم في مصابهم، مؤكدين إيمانهم العميق بأن بناء الوطن وحماية مقدراته وصون مؤسساته يحتاج إلى تضحيات كبيرة من أبنائه المخلصين. من مقر مشيخة الأزهر محمد أبو حمد النيل. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس بالإضافة لظهور السحب المنخفضة على المحافظات الجمهورية كافة. ويتوقع خبراء الأرصاد غدا الاثنين أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وعلى سيناء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيناء تكون خفيفة على الوجه البحري والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. دعت القوى الغربية اليوم إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لتمهيد الطريق أمام التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن غالبية الفصائل مستعدة للتوقيع عليه، وأضاف أن معظم ممثلي الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا والحكومة المنافسة قد اجتمعوا ومستعدون للتوقيع على اتفاق، ويرفضون أن يعرقله شخص أو اثنان أو سياسات فردية. اجتمعت 17 دولة في روما لإعطاء دفعة أخيرة لمفاوضات تقودها للأمم المتحدة منذ عام من أجل تشكيل حكومة وحدة في ليبيا. قال بيان إن الدول وعدت بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لحكومة الوحدة. في مسعى دبلوماسي دولي لحمل الفصائل المتحاربة في ليبيا على توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أمل وقف مد التطرف وانتشار نفوذ التنظيمات الإرهابية في ليبيا، تدور فعاليات الاجتماع الوزاري الدولي حول ليبيا في العاصمة الإيطالية روما برئاسة وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيليوني إلى جانب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، وبمشاركة العديد من وزراء الخارجية من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، لحث المعسكرين المتنافسين في ليبيا على تحقيق تقدم بعد محادثات استمرت عاما تحت إشراف الأمم المتحدة. وقد اتفق وفد الحكومتين المتنافستين في ليبيا على أن يكون يوم 16 من ديسمبر موعدا لتوقيع الاتفاق، لكن أطرافا تعارض الاتفاق ما زالت تقاومه. وسيقر الاجتماع الاتفاق الليبي أملا في أن يمنح الليبيين الثقة في المضي قدما، وهم يدركون أنهم يحظون بدعم المجتمع الدولي. وسيتيح الاتفاق لحكومة ليبية جديدة أن تطلب مساعدة عسكرية دولية للتصدي للتنظيمات الإرهابية. وتعمل الحكومة المعترف بها ومجلس النواب المنتخب من شرق ليبيا منذ العام الماضي عندما استولى فصيل آخر على العاصمة طرابلس وشكل حكومة منافسة. ويدعو اقتراح الأمم المتحدة إلى تشكيل مجلس رئاسي على أن يكون مجلس النواب هو المجلس التشريعي إلى جانب مجلس استشاري هو مجلس الدولة، وللمجلس الرئاسي أن يشكل حكومة في غضون 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يصدق عليها البرلمان ويدعمها قرار يصدر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذا وقد حذر وزير الخارجية سامح شكري من خطورة ما تشهده ليبيا حاليا من انتشار الإرهاب وانعكاسات إقليمية خطيرة لذلك الأمر، لذلك يحتم التحرك العاجل من جانب المجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي وممثليه من مفاوضات الصخيرات والتي تستهدف التوافق حول الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبي. جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية أمام الاجتماع الدولي الخاص بليبيا والذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك بحضور مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر، ويشارك فيه أيضا كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، إضافة إلى جميع الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة بالشأن الليبي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد عبد الحكيم معتوق الإعلامي الليبي. سيد عبد الحكيم، بعد التحية، يعني البيان الختامي للاجتماع الدولي الوزاري والذي عقد في روما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وأيضا سرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية، قراءة سيادتكم لهذا البيان؟ فالخير سيادتي ولك ولكل مشاهدي. أهلا بحضرتك. والحقيقة المشهد كان ربما
يكون أكثر وضوحا ويبعث نوع من الطمأنينة لدى الليبيين لو تم دعوة السيد وزير الخارجية الليبي في المؤتمر الصحفي اليوم. لكن على كل حال أنا أريد أن أوضح نقطة مهمة، وهو الآن المجتمع الدولي ماضي في اتجاه الزام طرفي الصراع، وهو طرف واحد، طرف فبراير الذي انقسم على ذاته طبعا، والذي تفاوض في ماراثون استمر لسنة تقريبا بتوقيع اتفاق سياسي. هذا الاتفاق السياسي حقيقة يحمل في مضامينه كثير من النقاط الإيجابية، لأن المجتمع الدولي منح فرصة حوالي 40 يوما للمداولات. هناك أيضا خشية عند الليبيين لأن ربما تكون الحكومة قد يعني تم تسميتها مثل ما رشح عن اتفاق السكرات، بمعنى أن عندما سمى السيد برنابيو اليوم أسماء بعينها للحكومة، هذا ولد حساسية كبيرة عند قطاع كبير من الليبيين، واعتبروا أن هذه الحكومة هي عبارة عن حكومة معلبة ومستوردة وربما تحمل شبهة الوصاية. نحن أمامنا فرصة تاريخية الآن عندما نوقع هذا الاتفاق السياسي، وأنا مطمئن جدا بوجود وزير خارجية المصري سامح شكري، وزير خارجية روسيا أيضا سيرجي لافروف. هذان الشخصان يمثلون حقيقة أو يمثلان رافدا مهما للحركة السياسية الليبي. فبالتالي هذا الاتفاق السياسي الذي سوف تعطى بعده فرصة 40 يوما لمداولات ولنقاشات تتعلق بأسماء، هنا تتجلى الإرادة السياسية الليبية عن ما مدى قبول سيد عبد الحكيم. نعم سيد عبد الحكيم، هل تعتقد أن المجتمع الدولي بدأ يستشعر ما تشهده ليبيا من انتشار للإرهاب وأيضا انعكاس هذا الإرهاب على المنطقة وما يستشعر من خطر، ومن ثم سنرى يعني هناك ضغط من جانب الأطراف الدولية للضغط على الأطراف الليبية لسرعة التوقيع على هذا الاتفاق؟ بكل تأكيد هذا بان واضحا من خلال كلمة جون كيري وكلمة جون تليوني. يعني الآن عندما تكلم جون تليوني على مسألة الذين ربما يفكرون في عرقلة هذا الاتفاق سوف تكلفهم ثمن باهظ، يقصد بذلك الأطراف يعني العقدية المتمثلة في الإسلام السياسي تنظيم الإخوان المسلمين وما نتج عنه من تنظيمات أخرى مثل القاعدة وداعش وغيرها، لأن سيدتي الوضع الأمني في ليبيا كثيرا مخيف. هم لم يتوصلوا إلى هذا الاتفاق وتجتمع أكثر من 40 دولة في روما إلا عندما استشعروا بأن صبراتا تحديدا التي تقع على أرض طراب 60 كيلومتر هي الأقرب إلى الشواطئ الإيطالية. أننا متحدثين جغرافيا هناك 500 مايل تقريبا وتصبح النيران دواعش في مرمى روما. نعم سيدي، من هنا خشية، هناك خشية دولية هنا، وهذه الخشية تتصدر روما في أن تنتقل النار إلى روما وباريس ولندن وربما نعم. حتى إلى أمريكا، لأنهم لديهم أيضا حتى طائرات مدنية الآن يتدربون على الارتياب في عملية الإرهابية. نعم سيد عبد الحكيم معتوق الإعلامي الليبي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وإلى شأن السوري، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وعمال إنقاذ محليين إن ضربات جوية وصاروخية مكثفة على مناطق مدارس ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في العاصمة دمشق أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص من بينهم أطفال. قد أضاف المرصد أن طائرات حربية مجهولة قصفت بلدة دوما شرقي العاصمة، وأن صواريخ أرض أرض أطلقها الجيش السوري قد أصابت المناطق المحيطة أيضا من بينها الغوطة الشرقية. وأفادت مصادر أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة العشرات، وتسببت الحرب في سوريا في مقتل أكثر من 250 ألف شخص وتشريد أكثر من 10 ملايين آخرين من ديارهم. قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بلاده تولي المصالحة الوطنية الأولوية الأولى في برنامجها والرمية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا. وقد شدد المعلم خلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين والوفد المرافق له على حرص الحكومة السورية على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أهمية التزام المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة بأطر عملها في المجال الإنساني وتقديم المساعدات. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من دمشق مراسل النيل للقاء شحاتة. لقاء يعني يبدو أن ما يقوله وزير الخارجية السوري وعكس الأرض أو عكس ما يجري على أرض الواقع من استمرار لتدمير البنية التحتية وكذلك استمرار الصراع المحتدم. ما هو الأوضاع الميدانية لديك في ظل هذه التصريحات المتناقضة من وزير الخارجية وليد المعلم؟
نعم عمرو، بعد التحية لك وللزميلة وكذلك للمشاهدين. اليوم نستطيع أن نقول هو يوم قذائف الهون وصواريخ الكاتيوشا التي سقطت على عدة مدن سورية، أهمها العاصمة دمشق وكذلك مدينة دير في أقصى الشرق. العاصمة دمشق قصف قرابة 50 قذيفة هون وصاروخ كاتيوشا على عدة مناطق وأحياء من العاصمة، وأودت بحياة العديد من المدنيين ومنهم أطفال وطلاب مدارس. هذا السقوط الهاون أتى مع ساعات أولى حيث خروج الموظفين والطلاب والناس إلى أشغالهم. أهم هذه المناطق التي استهدفت فيها منطقة ضاحية حرسة أو تسمى ضاحية الأسد، والتي ذهب فيها أكثر من 6 مدنيين. هذه الضاحية التي تقع على تخوم خط الاشتباك ما بين جيش الإسلام في حرسة وكذلك الجيش العربي السوري والقوات الرديفة له. أما في دير الزور محافظة دير الزور فقد كان سقوط القذائف على بلدة الجفرة وكذلك حي القصور، وقد أدى إلى جرح العشرات وأضرار مادية كثيرة. أما بخصوص الأعمال الميدانية في الجغرافيا السورية، نبدأ من مدينة حلب وهي الأهم، حيث وسع الجيش السوري سيطرته على مناطق في الريف الجنوبي من محافظة حلب كبلدات أبو رائيل وكذلك مريخص الصعيبية والصبحية، وبذلك تكون وحدات الجيش المهاجمة قد اقتربت كثيرا من مقر أبو الظهور العسكري شمال أدلب. أما في منطقة اللاذقية فطيران الروسي وكذلك الطيران السوري ما زال يتابع هجماته وغاراته على منطقة جبل تركمان، وبالتالي في ساعات مساء أمس الأخيرة فقد فتح طريق كسب حلب، وهي الطريق التي كان يسيطر عليها المجموعات المسلحة منذ حوالي 3 سنوات بدءا من قصة المعار. والآن الجيش العربي السوري كما يريدنا من أنباء أضحى على تقريبا تخوم المعبر الحدودي في بلدة كسب ما بين وسوريا. وأخيرا أنا أتحدث إليك حاليا عمر، وردني خبر مقتل ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني في المعارك الجارية جنوب حلب في ريف حلب الجنوبي، وكذلك انفجار غرفة عمليات فتح الشام في محافظة القنيطرة وتحديدا بلدة الداكونة. الخبران وردا إلي الآن وأنا أتحدث إليكما عمر. إذا نتأكد من دقة هذه الأخبار. بشكرك كل الشكر مراسل النيل لقاء شحادة من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. قتل 44 شخصا في معارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في اليمن. ومن جانبها حررت القوات الوطنية اليمنية والمقاومة الشعبية في محافظة الضالع جنوب البلاد منطقة يعيس، وسيطرت على مواقع لميليشيات الحوثيين وصالح، وذلك في جنوب مدينة دامت غرب المحافظة. وجرت معارك عنيفة في يعيس أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا من عناصر الميليشيات وتدمير معداتهم العسكرية، كما وصلت المقاومة قصف جبل ناصة الذي تسيطر عليه الميليشيات بالمدفعية، ويعد تحرير القرية الاستراتيجية من أهم الانتصارات للقوات اليمنية، حيث سيطرت على المواقع التي كانت الميليشيات تقصف منها المقاومة في مريس وقاع طعيفة، مما يمثل هزيمة كبيرة لهم، كما أن تحريرها يعد مقدمة لتحرير مديرية دامت كلية. اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقد تصدى المصلون والمرابطون بالأقصى للمستوطنين بالتكبير لإخراجهم من ساحات الأقصى. يأتي الاقتحام تلبية لدعوة منظمة طلاب من أجل الهيكل المتطرف أنصارها إلى المشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى اليوم بمناسبة بداية ما يسمى بشهر طيف العبري بعد انتهاء أيام ما يسمى عيد الأنوار اليهودية. أولى وقفاتنا في هذه البانوراما متابعة الأخبار المالية والأعمال. أصحابنا في هذه الوقفة الاقتصادية الزميلة حنان الخولي، تفضلي حنان. شكرا لكم نجلاء وعمر. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية من بانوراما النيل وأبرز ما فيها. هبوط أسعار البترول العالمية إلى مستويات تاريخية تكبد البورصات المصرية والخليجية خسائر بالمليارات.
إلى التفاصيل، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات مستهل تداولات الأسبوع على انخفاض حاد متأثرة بتهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية والتراجعات الشديدة في أسواق المال العالمية والخليجية. وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9.3 مليار جنيه ليصل إلى 412.3 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 396.6 مليون جنيه. تهاوي أسعار النفط ألقى بظلاله كذلك على أسواق المال الخليجية، حيث تراجعت أسواق الأسهم الخليجية لأدنى مستوياتها منذ أعوام، مع مواصلة أسعار النفط انخفاضها إلى ما دون 38 دولارا للبرميل، وهو الأدنى منذ 7 أعوام. وقد سجل التدني الأكبر في أسعار الأسهم في الإمارات والسعودية. عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ورشة عمل مع البنك الإسلامي للتنمية لمناقشة المشروعات التي يمولها البنك في الفترة الحالية. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى لإزالة أي معوقات تخص تنفيذ المشروعات الممولة من البنك، كما أعربت عن اهتمامها الشديد بوضع استراتيجية تعاون بين البنك والحكومة المصرية في الفترة القادمة. دعما لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، منها مبنى ركاب رقم 3 بمطار شرم الشيخ ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وغيرها من المشروعات الكبرى التي قد تصل تكلفتها إلى 2.4 مليار دولار أمريكي. ولمباشرة كل هذه المشاريع عقدت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي ورشة عمل لمتابعة المشروعات الممولة من البنك الإسلامي للتنمية. في شراكة قوية بين جمهورية مصر العربية وبنك الإسلامي للتنمية، بيركز تقريبا المحفظة تقريبا 2.4 مليار دولار، 18 مشروع تنموي في قطاعات مختلفة، بتركز على البنية الأساسية وبتركز على الإسكان، صرف صحي، الكهرباء. هذه المساهمات ولله الحمد يعني أسهمت بقدر يعني طيب في دعم المسيرة التنموية وفي المساهمة في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها جمهورية مصر. خلال اليوم الأول لورشة العمل والتي ستستمر لمدة 3 أيام لمتابعة كافة المشروعات، كان تمويل مشروعات الطاقة على رأس المناقشات. يحاول البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية وزارة التعاون الدولي أن يتم وضع خطة عمل واضحة لتنفيذ هذه المشاريع، ومنا كبير طبعا في الكفاءات المصرية فيما يخص قطاع الطاقة في الوزارة في شركة القابضة للكهرباء مصر ووزارة التعاون الدولي في التقيد بالخطة التي سوف يتم وضعها في ما يخص إجراء المناقصات وتوقيع العقود والسحوبات من المبالغ المرصودة. أكد مسؤول البنك الإسلامي للتنمية ثقتهم في نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، مشيرين إلى استعدادهم لتمويل عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة. عمر حمزة، النيل. إذن انتهت مشاهدينا أخبارنا الاقتصادية، شكرا لطيب المتابعة، عودة مرة أخرى لمواصلة بانوراما النيل مع زميلين نجلاء وعمر، إليكم. شكرا لك حنان على هذه الوقفة. أهلا بكم جديد. أكدت روسيا اليوم أن مدمرة روسية تجنبت في اللحظات الأخيرة اصطداما بمركب تركي في بحر إيجه، وأنها استدعت الملحق العسكري التركي في موسكو بعد هذا الحادث. وقد أعلنت وزارة الدفاع تجنب طاقم السفينة الروسية التي كانت موجودة على بعد 22 كيلومتر عن جزيرة ليمينوس اليونانية في شمال بحر إيجه اصطداما مع مركب صيد تركي، مؤكدة أن طاقم استخدم أسلحة خفيفة لتحذير السفينة.
والآن الأخبار، الكرة والملاعب، أخبار الرياضة تأتينا بها زميلة حنان عاطف. إليك حنان. شكرا نجلاء.